يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أشكل علي مسألة في يوم أمس، وهي أن في صلاة الجنازة يقول أمر رجل المصلين أن يكبروا 5 تكبيرات، وقال في التكبيرة الثالثة ادعوا للمرأة، وقال هي امرأة صالحة، وأما التكبيرة الرابعة فادعوا للطفل لأنه كان هناك امرأة وطفل وفعلنا هذا، فهل هذا عليه دليل؟ هذا من عنده، هذا كله تصرف من عنده ليس له أصل. أما التكبيرات المجمع عليه بين العلماء والذي عليه العمل خصوصا في هذه البلاد 4 تكبيرات، ولا يأتي الإنسان بقول مخالف يشوش على الناس. كبر على الجنازة 4 تكبيرات، الأولى يقرأ بعدها الفاتحة، الثانية يصلي بعدها على النبي صلى الله عليه وسلم، الرابعة يدعو بعدها للميت، يدعو بعدها للميت، الثالثة يدعو بعدها للميت، الرابعة يسلم بعدها. هذه صلاة الجنازة، وهذا ما يصلح يكون إمام يجيب الأعمال هذه والأقوال هذه، لا يصلح يضلل الناس ويشوش على الناس، ينبغي طرده من المسجد، عن إمامة المسجد، لأنه إذا فتح الباب تلاعبوا بأمور الدين، كل يأتي برأي وكل يأتي بقول شاذ أو مخالف ويحصل لهذا التشويش على الناس. نعم.